ايه ده؟ مين دي؟ انا. انت مين؟ وايه اللي جابك العربيه بتاعتي؟ انت حراميه؟ لا يا حبيبتي انا مش حراميه. امال ايه اللي جابك هنا؟ دي تنكا جارتنا. انا تنكا. تنكا اللي انت قلت لي عليها قبل كده. برضو انا عايزه اعرف ايه اللي جابها العربيه. ايه اللي جابك العربيه هنا يا تنكا؟ مش عارفه، الظهر كده ان انا بمشي وانا نايمه يا شيخه. انا هكذب ليه؟ يعني لو مش كده يبقى انا ايه اللي جابني العربيه هنا؟ يعني انت بتمشي وانت نايمه؟ يا حبيبتي، يعني انت وانت بتمشي وانت نايمه عربيتي بس هي اللي جت في دماغك ان انت تركبيها؟ حكمه ربنا بقى، هنقول ايه؟ اوقفي والنبي يخشى على جنب، خلينا انزل. وانت ان شاء الله ناوي تنزل معايا وتوصلني ولا اروح لوحدي ويمكن انام وانا ماشيه واروح حته تانيه ولا تفضل معاها؟ لا لازم اوصلك طبعا، احسن تعملي لنا مصيبه يا قلبي. يعني انت هتنزل معاها؟ تمام اوكي. يلا بقى يا حبيبتي اركني على جنب. انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت فضحتيني. فضحتك ليه ان شاء الله؟ يعني دلوقتي البنت تقول عليك ايه لما تلاقيكي في عربيتها؟ يعني انت خليتي شكلي وحش. لا والله، ما انا قلت لك انا بمشي وانا نايمه. الله، جرايه يا بنت تعدلي، وانت هتعملهم عليا ولا ايه؟ ايه اللي بتمشي وانت نايمه؟ وانت فجاه كده بقيتي بتمشي وانت نايمه وبتمشي في عز النهار؟ اهو اللي حصل، انا ماشيه ولو عايز ترجع لها اتفضل. لو على ايه؟ احسن تمشي وانت نايمه. ما تتريقش يا حموكشه. الله، شفت حموكشه بيعمل معايا ايه؟ برن عليه ما بيردش عليا ومش معبرني، وبقاله شهر بحاله ما جاش خطبني. لا والله، شهر بحاله؟ طب وبعدين؟ البنت دي شكلها خلاص اكلت عقله. تفتكري كده؟ ايوه طبعا اكيد، بدل ما بيردش عليكي، حموكش اللي كان كل شويه عمال يرن عليكي، ما بيردش عليكي، ده الدنيا والله حصل فيها حاجه غريبه. ايوه فعلا، انا مش عارفه اعمل ايه، ومتقدم لي عريس وبابا موافق عليه، وحموكش ما فيش حس ولا خبر، حتى حاولت اقول له هو مش مديني فرصه وما بيردش. طب بقولك ايه، هي مامته تعبانه، ممكن تروحي تزوريها وهناك هتشوفيه وساعتها تقولي له. ايه ده كمان هروح لهم البيت؟ انا عمري ما رحت بيتهم، هيقولوا عليا ايه؟ لا لا لا، شوفي لك فكره تانيه. ما عنديش فكره تانيه دلوقتي، ما عنديش غير دي، علشان مامته تعبانه، يعني حجه كويسه، روحي اطمني عليها وهتشوفيه وساعتها قولي له، الحقي نفسك. ماشي هروح وامري لله. ايوه حاضر جاي. ايه ده مين؟ تنكا عندنا؟ يا طنط انا عرفت ان انت تعبانه، جيت اطمن عليكي. ايه ده معقوله؟ وانا بحلم ولا ايه؟ ده انت عمرك ما جيتي البيت من وانت صغيره. ما يعني قلت اجي اطمن عليكي عادي. يعني هو حموكشه فين؟ حموكشه؟ وكمان بتسالي على حموكشه؟ لا اكيد في حاجه. انت سخنه يا بت؟ لا مش سخنه ولا حاجه. يا حموكشه ولا يا حموكشه، تعالى شوف مين عندنا. ايه ده تنكا؟ تنكا عندنا؟ ايه ده في حاجه ولا ايه؟ مفيش، عبير قالت لي ان طنط تعبانه، قلت اجي اطمن عليها. وده من امتى ده؟ في ايه يا جماعه، انتوا مستغربين كده ليه؟ امشي طيب. لا يا حبيبتي تمشي ايه، اقعدي هعمل لك حاجه تشربيها. لا يا طنط شكرا مش عايزه اتعبك. تعبك راحه، ده انت اول مره تيجي عندنا لازم تشربي حاجه. اتفضلي اقعدي. لا شكرا. هو انت ما بتردش عليا ليه؟ مشغول. يعني مشغول لدرجه ان انت مش قادر ترد عليا ولو حتى دقيقه؟ والله عندي شغل مش فاضي. بصي والله كان نفسي اقعد معاكي بس انا مستعجل، عندي شغل وعندي ميعاد. تمام براحتك اتفضل. انا ايه اللي خلاني امشي؟ وانا غبي ولا ايه؟ انا ايه اللي خلاني اسمع كلام عبير الغبيه دي؟ وانا ايه اللي خلاني اعمل كده واقل من نفسي؟ انا هروح وهوافق على العريس. انا اصلا عمري ما فكرت في حموكشه ده، اشمعنى الايام دي؟ انا هسمع كلام بابا وهوافق على العريس اللي هو جايبه. ايه ده؟ هي فين تنكا وحموكشه؟ وانا كنت بحلم ولا ايه؟ ولا انا التعب مأثر عليا؟ انا تعمل فيا كده يا حموكشه؟ ماشي والله لو اوريك. ايه يا تنكا بتكلمي نفسك؟ عبير انا نفسي اديك قفاين على قفاكي. ايه ده ليه كده وانا عملت لك ايه؟ انت السبب في اللي انا فيه، انت اللي خليتيني اجري ورا حموكشه واقل من نفسي كده، انا غلطانه. ايه بس قولي لي ايه اللي حصل؟ رحت له لحد البيت سابني ومشي، تخيلي ارن عليه في التليفون ما يردش، انا غلطانه. ده حموكشه ده غبي قوي، ما اتفقناش على كده. بصي بابا جايب لي عريس وانا هوافق عليه وهشيل موضوع حموكشه من دماغي خالص، لانه شكله كده هو كمان شالني من دماغه، وخلاص يا ريت ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. بس استني طيب انا هلاقي اي كده طريقه واقول له. قلت خلاص قفلي على الموضوع ده عن اذن. بعدين بقى يا حموكشه اللي انت نيلته ده، لا يخرب بيتك. حموكشه ايه يا عبير؟ عبير ايه وزفت ايه؟ اللي انت نيلته مع تنكا دي، جاي لها عريس وهتوافق اهو بسببك، انت عبيط يا ابني، هو احنا كنا بنعمل كل ده ليه؟ ايه جاي لها عريس؟ عريس مين ان شاء الله؟
عريس يا سيدي باباها جايبه، ومن عمايلك السودة هي هتوافق. انا الصراحة مش عارفة اللي انا بعمله ده، انا سقت فيها لما لقيتها بتغير وتقرب هي، فانا سقت فيها وقلت ادي على دماغها شوية. طب هتعمل ايه يا فالح؟ محدش هتجوزها غيري، وانا هتجوزها يعني هتجوزها ان شاء الله، اخطفها وقت العريس. اعمل اللي تعمله بقى، انت زهقتني. وبعدين بقى انا هعمل ايه؟ انا طلعت غبي قوي.